عرض توا بإذن الله دقائق قليلة ونبدو العرض. حديد كله جديد، حديد كله في السلوفان، حديد كله في الشكاير، كربون صيني لا، عداد مقروس لا، نبيعه بالكود، نبيعه برقم الشاصي، نبيعه بالمشي الحلال، نبيعه كل حاجة في الشكاير وكل حاجة بالضمان. وعندنا ضمان ثلاث حاجات، كامبيو محرك وكربون، كامبيو عيب في عيب مرجوعة، كربونك صيني مرجوعة، حكية ناقصة مرجوعة، فاشي برونزيني مرجوعة، سيارة والعة تجمع طلع دخان مرجوعة. بيع أشراف الطويل وبيع أشراف الضمان، وما عندنا لا الشكاير وما عندنا لا القزير وما عندنا لا السلوفان وما عندنا لا اللزقة. والحديد كله بحكم الجمهور وبحكم الكاميرا التليفون. والأسعار بإذن الله شوي وكوي، شوي وكوي الأسعار. وحديد كله في السلوفان، ما عندنا شيء إلا جديد. حديد وان في البلاد لا، زارة مطبات لا، في نار طايح لا، براكور بفرق لون لا، رد على البارد لا، استوبات مش قاعدات لا، صالة تخبط لا، مكيف مش شغال لا، كل شيء جديد وكل شيء بالضمان وكل بيع كله بالثقة. وبإذن الله اللي ما يحصلش الأسبوع هذا يحصل الأسبوع الآخر. وعروضاتنا أسبوعيا ويوم في الأسبوع. ونحن معلش سامحونا قبل العرض ما نبيعوش إلا على البث المباشر. وديما معاكم ومش عليكم، وبإذن الله يكو بأسعاره يرضيكم. والحديد كله بحكم الجمهور، الناس هي اللي تحكم عليه، والناس هي اللي تجي تفرش بالعين. وكل شيء في الشكاير وكل شيء في القزير وكل شيء في السلوفان. وحديد كله درجة أولى وما نبيعوش إلا في الدرجة الأولى. وهي ونبدو بالحديد ولا شوية يا جماعة، شوية إبراهيم، عادي صور شباب خلاص إبراهيم، شوية اصبر والله ما نبي الفراش الخايف، واللي ما عنده نعطوه، واللي ناقص نزيدوه، واللي صبي علينا ما نردوه. معاكم مش عليكم، ومش بالعرض هذا العرض الآخر. والعروضات استمرت الاسبوع. الراجل الطيب هذا ونيس الصح نقدر نعوضها. وشنو الوضع؟ الوضع مريح. الله يسعدك. الله يسعدك. والله يبسطك والله يسعدك. طمني عليك بعشن ابوها. وش درنا لهم يا حبيبتي؟ وكل حد يخدم على الحاله ربي يرزقه. وكل حد يخدم في الكراضه ربي معاه. ونحن ما نعادوا في حد وما قلدوا في حد وما عندنا نيه سوداء على حد. وان شاء الله ربي يرزق الجميع. والصفحات الوهميه والناس تتركب المسكات علي بعضها. والله يرى نحن قلبنا صافي ونيتنا بيضة. والله ما عمرنا حسدنا واحد. والحمد لله رب العالمين. نحن نبيعه في الحديد الجديد. وهذه الاجتماع او بإذن الله ساعة شوي. اخوة شباب شوية. البيع بالتحفي. حقائق مساوام. شو قصة الاجتماع؟ هاديو. هاي قول لهم هاي فوكيات باش يبيعوا فيه برا. اي نعم يقولوا ب 23 و 24 و 25 يكون من دفور فوكيات 2010 لكن هذه 2013 طارش طرش السيارة من البصمة ومن البانوراما وعدي. الله يبارك. ماشي 130 ألف في العداد ما شاء الله. عداد ما نقرصوش فيه. نعم نبيعوا بالضمان ونبيعوا برقم الشاصي ونبيعوا كل شيء بالضمان. ونحن ضماننا ثلاث حاجات في السيارة، كامبيو ومحرك وكربون. محرك يدخن مرجوعة، محرك في صوت حروشية برونزيني مرجوعة، كامبيو يخبط يشري المرجوعة، عداد مقروس مرجوعة، كربون صيني مرجوعة، حكية ناقصة مرجوعة. هذه سعرها شوي بالنار. ما عندي كم من القرديل اليوم، وما عندي كم من الحطب، وما عندي كم من الفحم. هذه سعرها شوي بالنار 23.5 يا أربعة. هذا أول واحد. أربعة يا غالي. إن شاء الله تعالى. في المسمى. نحن نمبر 1 في الحديد النظيف والكربون راقد مرقد. الام والبات والجنين. سياره يتيمه ما عندناش. سياره فاقده عضناها من الموطه ما عندناش. ما عندنا الا الجديد وما عندنا الا الكربون وما عندنا الا السلوفان. اعطونا الوساعه. صلوا على النبي يا شباب.
كيف يصير حصان؟ احنا نبغى واحد يبحث شويه بس يا جماعه. الكاميرا يا جماعه، الكاميرا صلوا على النبي يا جماعه، اعطونا شويه والله الكاميرا، والله الكاميرا الكاميرا. شنو ابراهيم؟ صلوا على النبي يا جماعه، وسعوا لنا شويه، وسعوا شويه والله ما نبي ساعه الواحد يا جماعه. ما رد نبي رد واحد خايف يا ابراهيم. ها ما شاء الله عليكم، معاك مش عليكم، وبدنا لي مسعاره يرضيكم. زواقه باراكور بيرفرف يا مجيد، ارباك طالع لا لامبا والعه في العداد، لا عديده جديده في السلوفان، يبيعوا فين ب 35 وب 37 مشيت فوق ال 100. ما نبونش الاسعار هذه، لكن نحن الاسعار دينا ما نبونش، نبوا شوي الاسعار دينا، ما ندوروش لين، نحطوا في حاجه بسيطه بما يرضي الله. الخمسة والستة والسبعة والله ما نبون، ما نبوش الحديد تضرب الشمس، ها نحطوا في حاجة بسيطة ونبيعوا. أنا الليلة راهو عندي حرارة، ما نبيش سيارة تبات في الكراج، حرارة 12 في 12، أنا منكلم، أنا ما نبيش سيارة تبات في الكراج. اليوم نبي مشوير، اليوم نبي شفار، اليوم نبي كسر 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 كسر. هذه سعرها شوي بالنار يا ويلي دينا، محمد سعر الراجل بفلوسه وبنانية مع شكل عاش شيء. كم ماشي يا بسعر؟ ماشي 49 ألف، ماشي 49 ألف العداد ما شاء الله، كبرت الجاحة. كم ماشي؟ ماشي 49 مع الناس سيارة وانا، هذا الصح، مع عندناش عداد مدروس، هذا الصح، المدروس معروف وين مكانه، والكنايس معروف وين مكانه، وبيعوا في الجزير وبيعوا في الشكاية. أنا مجمع هذه سعرها شوي بالنار، شوي شوي بالنار. هيا قطعت يا رجل، هيا يا ابراهيم 31 ألف ما شاء الله، بيربح الله يبارك، اربح اربح طبيعي، اربح ما شاء الله، هيا طبيعي. كلمني فلاح، كلمني فلاح، هو اللي يبيعها ما شاء الله، مطار الخير الله يبارك، وبدنا اللي ما نقصر مع واحد. وش درنا لهم يا ابراهيم؟ وش درنا لهم؟ مش اللي بن حامض عشريوات، سبيرت وحامض عشريوات يا ابقى ابك، عندنا لا الجزير، هاي طمية، عندنا لا شكاير، اكسجين مش بنب بدك شوية يا جماعة، شوية بس، شوية بس، حول بسم الله ما شاء الله، ما شاء الله ما شاء الله. هذه 2016 17 تقولش الله ربك 2017 عارفينهم جماعة مدرسين ب 31 وب 32 سواقة باراكور بيورفرف خشة توا، العائلة كلها راكدة، سيارة ماهيش يتيمة، سيارة ماهيش وانا، سيارة ماهيش حاكة، سيارة جاية توا، اسكتها من شمال قطران، سيارة حجدة جديدة، كيفك شغال؟ سيارتك سمحة، بيتك اصفار، يبيعوا فين ب 31 وب 32، هذه سعرها شوي بالنار 27000 ما شاء الله، الله يبارك ما شاء الله، ما يقعد شيء فقير. ايوه الله يبسطك، والله يبسطك، مازال الحبل عشر رار، شوية يا جماعة بس خلينا شوفوا الكهرباء بس يا جماعة، لحظة يا غالي لا لا خليك تمام.
هدينا سيارات شارع دبي وشارع فينيسيا وشارع الحدائق والكليات والجامعات والمدارس والدكاترة والثياب ما نبيعوش الا في السلوفان والعائلة كلها رادة مرقد ان شاء الله ربي يحفظك كلكم يا شمول وباذن الله ما نكسر مع واحد وباذن الله ما حصل في العرض هذا العرض لاخر والسيارة هذه نار لا جاية مخبوطة لا جاية غارقة لا جاية شيء نبتة زواج لا تلقى فيها نبتة زواج مرجوعة بيع وشراف زواج دار والأم والبات والجليني عيطة جوا قعدات ينبحن قعدات يبيعوا فين ب 35 يبيعوا فين ب 37 والهبل عرضينهم ب 40,000 واللون الأبيض ب 45 هذه ماشية بالحلال عداد مدروس لا ماشية 200 مسكرات لكن تحقق تقول دير 20,000 حط يدك على ستيرسو يا سرحان يقص لك يدك ستيرسو يكبح على يدك بيد اصفار من بالوراما وعدي يسكو 19 شاشة منظومة انفينيتي بوزين وش درناك يا حبيبتي ماش تبوها طمني عليك طمني عليك ماش تبوها هذه سعرها شوي بالنار سعرها شوي بالنار شوي وكوي 28,000 يا رب يا رب شنو طعم في جديد هاي اللي خلي بعد خليك فيه يا غالي بس حافظ عشان الله لا تجاوب يا طنا غالي حسن بوزازة الله يسعدك يا الله والله بيش انو وضعك انت مريع ماكش مريع مريع حمد عشري واحد على سجين بإذن الله بسعرك أن يرضيك وعمر الفلاح بشودة بيه شغلت الشهيد الرجل هذا مقدم باته شهيد الرجل هذا بشودة بيه شوية يا جماعة نمروا بس شوية يا جماعة ماليش يا باتي ماليش ولا تزغل والبطة طايحة معروف وين قاعد هاشم فيه كيف صار ما نقول لك شغل هاشم ما نقول لك صدق تخبط ركب سمار توازن ب 50 جنيه عندي ركب هي الطلاق السيرة العجلة هذه لها يومين كيف راح بلاه وكورية أصلية ورسالة مفتوحة وخاشة توا حتى هي نقطة زواج لا الاستكهار هذا واحد جاية سليمة ما فيش لا خبط لا شيء سعرها كوي وشوي كوي وشوي 27,800 يربى يربى فكر بالله عليك عرية تحية لجميع جمهور جايين داخل تحية بجمهوري تحية واي حد يشتري سيارة ان شاء الله ربي يرزقها فيها الله يبسطك ويطلع مني انا عادي يكسب 3 و4 والله ما نحسدوا في راجل والله ما نقلدوا في راجل ما شاء الله والله ربي يحفظكم واللي يخدم في البقعة هذه واللي يخدم في العديد ربي يفتح عليه ان شاء الله كل كان تكسبوا الله يبسطك يا حاج والله يبسطك والله يسعدك نوريك الكام شوية يا جماعة هذه ما إيش بينا هذه ما إيش بينا شوية بس شوية يا عمر خليني نصور معك بسم الله ما شاء الله سكر لي كوفني بس حول هذه حول هاي مرحبا بالشرق مرحبا بالجنوب مرحبا بالبيضة مرحبا بطبرق مرحبا بدرنا مرحبا بطرابلس مرحبا بالمرج مرحبا بسرت مرحبا بالمصاريت مرحبا بليبيا كلها من الشرق للغرب ويكون معاكم مش عليكم وبإذن الله بأسعارها يرضيكم والحديد بحق الجمهور تبي أسعار لو تعدي تبي تتعب ودمك ينحرق ويطلع الشيء في راسك عدي يشري ما نخليش عمرك كله يكمل في ورشة ما نخليش المرتب يجي تحطه على السيارة لا نعطيك سيارة تجيب لك فلوس ونعطيك سيارة جديدة في الباكو حتى بعد ما تبيعها بايا حتى بعد تبيعها بايا قاعد الثلاثة والأربعة والخمسة قاعدين قاعدين جري ونبيع أقل من أمريكان حتى عند أمريكان والله ما في الأسعار دي حتى عند الأمريكي بروحه واللي يقعدوا على المسنتات واللي يقعدوا على الكبارت واللي يرجوا في الشهرين وفي الثلاثة والله ما يقدروا يبيعوهم بالأسعار هذينا وما يقدروا يجيبوا الحديد هذا خشمة طاير وما نبيعوش نحن وهذه الكهرباء هذه زواج دار نقطة زواج لا ومحرك 24 العادي وعدادها ماهوش مقروس ماشي 200 بالحلال ما شاء الله خاشة توا رسالة مفتوحة ومحرك 24 العادي مش جي دي اي جديدة في شيء هذا محرك المليون كماشي. هذا محرك اللي يمشي 500,000 و600,000 ماشي 200 بالحلال جديدة في البنك جديدة في السلوفان جديدة في الجزير وجديدة في النصف والأم والبات ركدت
حكي يا ناقصه لا كربون صيني لا كان بيخبط يشري الصاله تخبط لا تكييف ثلاجه دفايه صحنا كل شيء قاعد يبيعوا فين ب 33 ويبيعوا فين ب 35 ويبيعوا فين ب 34 عادينا الفضيات والمحرك 24 لكن هذه سعرها شوي بالنار سعرها على الحطب سعرها على الكانون حق توسال 2005 ولا حق سانتافي 2008 سعرها شوي بالنار هيا يا هوي هيا شوي وكوي شوي وكوي 27000 وين السراي؟ الله 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 عادي اللي ما تنباعش قاعدة الحديد لا ياكل لا يشرب والبيع وشرب مش من المحاصرة لا ياكل لا يشرب 26.5 26 بلال في جيبه الله 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 رد في كلامه عرفناها 27 وقلنا 26.5 وقلنا 26 الراجل قال لي 25 لأني يعني ما نبيش نرد حد خايب ما نبيش نرد حد زعلان وما نبيش نكسر بخاطر حد يا رب ما عبد الباب يقول الشوي الاخر ولا مر السياره يا جمهور يا شباب شنو صورت شويه بس هذه شنو هذه بس انا دفع لك منه القدافي راه القدافي دفع لك منه قال لي علي شويات وعارف جايب حضرموت معاك بتاع مصر حضرموت مشويات عارف الكلام بشوده بالمصريه عارف وبشوده بالقاهره وبشوده بالاسكندريه يا ربيع وبشوده بشرم الشيخ الله يبارك بالجودة بيا يا ربيع وبشودة بعيد الفلاح وبشودة وبالشهيد الله يرحمه ويسامحه مقدمين راس للوطن الله يبارك ومعاكم مش عليكم وبإذن الله بأسعارها يرضيكم هذه فل طرشة من البانوراما وعدي كراسي ثلاث صفات كاميرا بصمة ماشية 67000 في العداد حاول بنزبدح وانت دي ماشية 60000 في العداد بنزبدح يا رجل بفين ب40 وب42 الفل اللي مشيت 100 فوق ال 100 هذه سعرها شوي بالنار 35000 الله يبارك واجده واجد اشعر منها ما اشعر منها اي وده مده 34.5 اوه 500 واجده 34 ماشي 60000 يا حازم 34 لا والله ما توسع بالك يا كريم راه مستوى في 100 و200 وانت تحول لي في البكوات وين ماشي انت وسع بالك ما تبع الشعب يعيش يركب لك بدر انا اليوم راني عندي حاره واحده الناس 500 هذه ما فيش حد عمره دارها تحول في البكوات 30 ولا لا يا حموده 30 شارع دبي نعرف انا انت تقول لي نسكن في شارع دبي تنصدقك بالجوده حبيبي 30.5 ما تنجحش يا جماعه والله نحطه في 500 وفلفره ربح يا راجل هذا الشيء باجي هذا الشيء باجي 67000 في العداد 33.5 هذا الا ربع قال 750 هذا 700 ابراهيم 34 34 34 و100 34 و100 34 و200 وربع ايوه بطل يا راجل بطل يا ربع
حاول فكونا منع البث حاجة ذي. يا رافي شو تدير يا راجل؟ يو يو شوية يا جماعة. وسعني يا ونيس هذه راه بيقطعها هذه. هذه إبراهيم بيقطعها. يا عثمان دقيقة حولي هذه على المفاصل قطعها لي. هذه ريش عليك يا بدر. سنتي محمد الجود الله يرحمه. والكرابين رقدت مرقدت. الله اكبر. سعرها شوي بالنار. الله اكبر. سعرها على الحطب. اعرف. اليوم ندي ريش. ندي كبادي. ندي قراديلة. حلويات. والفل اللي يبيعوا فينا ب 40 و 45 و 48. هذه سعرها شوي بالنار. كبدة مشلحة. حلويات. كبدة مشلحة. 30,000. الله اكبر. يربح. شوي يا جماعة والله الكاميرا ما عاد لحقنا لي حاجة. استنى يا رفاش معلش اسف. الراجل هذا قاعد في الكرسي قبل ما نقول السعر. 2008 ولا 2009 يبيعوا فين 30,000 ويبيعوا فين 28,000 واللي كربونها مش قاعد ب 25 و 24 عارفينها كنا مضى. لكن هذا المحرك 35 يا بدر 2012 ركزني على الكلمة هذه. 2012 في رسالة مفتوحة كهرباء وانا ما عندناش. خلاص حولني يا راك. ما عندنا لا سلوفات. خاطر خدش السيارة. ما عندنا لا شكاية. انا بيع لأيمة. بيع لأيمة. بيع. سعر حق شنو بس سعر؟ هذه سوبرتاش 2009. هذه سعر حق سوبرتاش 2009. 2009. الكربون راجل مرقة ثلاث حكاكي. نعم. الأم. البات الجنين. سيارة يتيمة ما عندناش. سيارة جازونة ما عندناش. كربون صيني ما عندناش. سيارة ماشية 130,000 بالحلال. سيارة فضية الحمد لله. حديدة جديدة في السلوفان. سعر شوي بالنار. سعر شوي حق 2007 محرك 33. حق وحدة هيدا 2006 يا ريت حصلوها بالسعر 2007 حق توسال. الله. سعر شوي بالنار. قوي قوي. 27,000. يا أربعة. يا أربعة. مش دماكم يا حبيبتي. يبوا يحرقونا. يبوا يشفشفونا لكن قاعدين كان في الميدان. والميدان الحر يبان. نعم. شوية يا جماعة. والله الحديد ما هو باين اهو. شوية نص معلش. وين ضعمية عدى بسيارة؟ شوية خلينا نمر الباص يا اخويا قبل. شباب سبورتاج 2013 نقطة زواج لا جاية سليمة. انت راجل قاعد فيها به. ما فيهاش البنك. توا رسالة مفتوحة لا ستة ولا سبع ايام. من الميناء للقصيد للباركي. لا خشت سمكري. لا خشت كهربائي. لا خشت ميكانيكي. لا خشت ارباقات. لا خشت حداد. لا خشت شيء. لام بوالعة في العداد لا. سعرها شوي بالنار. كم ماشى قبل؟ ماشى 140,000. 141 بالضبط. 140,000 بالحلال. عداد مقروس ما عندناش. نبيعوا بالحلال ونشروا بالحلال ونبوا الشعب الليبي كله يركب. سعرها شوي بالنار.
حق سبورتاج 2009 حق سبورتاج 2009 نقولوا سعره كان انا بشيك فتح فلاح مغاد يا فتوحة هادي شاوي وكوي الاكسجين ما تبيلاش بنب تبيلها بتاتي ما فيش طعمك تبيلها بتاتي وصبيرتو حامض 10 وات صبيرتو حامض 10 وات واشترنا انا يا حبيبتي والله يبسطك والله يسعدك مريحه مريحه عشرات عشرات سعرها شوي بالنار 30000 بلا سيارة الراجل سيارة يا جل وتربع الله يتبيكم بتاتي ها تبيكم ممرضات نعم تبيكم دكاترة نعم تبيكم مستشارين سيارات اسعاف اوه عديد نظيف شنو هذه بس يا ابراهيم تعال لك قبل يا رجل شوية يا جماعة شوية احمعوا اصبر شوية يا ابراهيم شوي ولا تخاف غير ورا السياره بس لكن هذا قاعد في العلاد قاعد فوق وديما فوق وديما فوق 2007 ماشي 180 الف بالحلال 2012 خشة توا رسالة مفتوحة خالية من البخ وصوف والتربيب والعداد مش مدروس العداد مش مدروس والحديد مش وان في البلاد هذه اف جي كراه بدينا لقاني نحسن عليا كراه بدينا لقاني نكبيداتي اوه فضل من الله 2010 نخدم على الفجي هادي الطرف 76 الله الطرف 76 يعد الله يركبه ومن غير مفخر ومن غير شكيرة الله اكبر لكن كلها بالتليفون وكلها بالحقائق الله اكبر انا راه هادي بالنظرة وحدة والبياض ما نركبش والاجناب اللي قايلات هيك ما عندش نعم والخشم اللي قايل هيك لا نعم والخطه في الشاصيه وفي الحوض لا الله لا يدعدعك الله يحفظك الله يسعدك والله يبسطك منور يا اخويا والله عادي سعر الله يضربك يا ونيس 75000 الله اكبر 74000 الله يبارك 73000 بقوات بقوات تعال على الكتاب بقوات شوي بالنار حتى تدخل عنده حد عنده غير اجيها شن رايحه؟ اجيها 73000 تعالي على اجيها هلها تو يجوها هلها 73000 تو يجوها هلها يجوها هلها خلي 72 ونص الله اكبر 72 ونص الشعب يركب 2 ونص مره واحده وشراب الضمان وعلي خاطر ونيس الله يبسطك الله يسعدك نقول لك علي حاشا ادعم نقول لك علي حاشا هذه اللي بنسمعها عندي حراره انا اليوم ادعم 70 الله اكبر الله اكبر سيبها شوية نوري سيارة قبل ما تجي ولا كلمة هذه محرك 16 اصبر شوية وريني من بشكوت محرك 16 بشكوت يا زازو أمريكا المدير الأول يبيع فيه 8.5 9 في المعارف وإذا جبت الباب واحد يجلس محرك 16 يبيع فيه 9.5 لكن هذه محرك 16 يوقع في الباب اصبر شوية جيتك جيتك واش تجي الكاميرا جاتك وراك يا اهو وراك تحياتي
تحياتي للمصورين وتحياتي للجمهور وتحياتي للحاضرين كلهم. طيبين وحاضرين. الغايب والحاضر واللي قاعد على الكاميرا واللي قاعد على الشاشة. الحمد لله رب العالمين، عرضنا 13 سيارة. بعنا 11 سيارة في أقل من ساعة. نعرفك ولاد حديد ونعرفك صاحب ميدان ديها. ما تشاورش مالك بس. واللي شاور البابا والماما ما يجينيش. واللي فلوس الحضرات هو اللي يجيني. نعرفك ولاد ميدان. يعني 11 سيارة في أقل من ساعة وتعال قبلني نحس نحس نلعب احسونا إيكوار ديما ربي يحفظك ويكون معك وش عليك وبإذن الله بس عارة يرضيك وكل أسبوع في حرب والأسبوع الجاي جاي بحديد المواطن البسيط جاي بالعشرة وجاي بالثمانية وجاي بالخمسطاش حتى الحديد الرقيق في السلوفان كربونا في الجزير وفي الشكاير ما نبيعوش الى الدرجه الاولى. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ديما طيبين والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ما شاء الله.